إلى مطل وادي فيلا. اليوم فيلا كانيونو تراس. سوين تراس هنا بشوي إن شاء الله نوصل له. يطل على هالوادي اللي يعتبر ثاني أعمق وادي في العالم. خلصت من مطل وادي فيلا. بعد فوق اتامل اني بطير الدرون، لكن انا زين قدرت اقضي بالايفون. والله قاعد اقضي بيدي ثنتين، حتى وياي الاوزمو بوكيت قاعد اصور فيها. صاير حيل هذيك عاد. هذا طريق العوده من مطل وادي فيلا. جميل صراحة، ممتع. بسط الغابة الزجاجي في كاستمونو جام تيرس. المنظر مع الغروب ما شاء الله وايد 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 عجيب. مع العلم ان تربي سكرون بعد دقائق، الحمد لله لحقت على اخر 10 دقائق. ما شاء الله عجيب. وإضاءة الغروب وايد رائعة.